اللي هترتنا حنا وحمقتنا السيد ذابح ولدي من العنق ديالو 12 غرزه من الودن حتى الودن وما كيتشدش. السيدي محمد دوار القباق سيدي عيسى قيادات سيدي عيسى دائرة جماعة سحيم إقليم أسافي. هذا واحد خينا اعتاد لي على الولد ديالي وضرب لي الولد ديالي من قفاه 12 عقدة من القفا ديالو، وأنا هذيك الليلة اللي ضرب ولدي ما كنتش حاضر، أنا كنت غايب مسافر عند شي ناس، والوقت اللي ضربونا عم سيدي زوج جندارم هما اللي داو خيطوا ليه وصوروا ليه داكشي وداو للطبيب خيطوا ليه. المهم ساقت امو الخبار وخوتو ساقوا الخبار هاودو تما لقاو الجندارم الى الصباح. انا كنجي كنلقى ولدي في هذيك الحاله، مشيت درت ليه سيرتيفيكا شهاده طبيه دفعت الرجال الدرك. المهم دفعت الرجال الدرك جات واحد الوقيته هزوني رجال الدرك قالوا غتمشي معانا. مشينا لقينا باه واقف على الباب. السلام السلام، قال لي ولدك فين هو؟ قال لي ولدي ما كاينش نسيدي. قال لي ولدي ما عرفتوش فين زاد. قال لي ضروري غتجيبوا لينا. قلنا نديروا ليه لي شورشي نخلوه لي شورشي. قال لي يا سيدي وكون عديتوه الله يغرق ليه الشقف بحق ابوه كيقول امام الدرك الملكي. قال لي ما الدري خرج عليا وفضحني وخرج عليا. هي هذه. قال لي ضروري تجيب ولدك. هزوني بالجيب ردوني. قالوا لي انت هاد التليفون ديالنا فين ما بان ليك عيط علينا. قلت له ودي انا راني ما كنعرفوش. راني ما كنعرفوش والو السيد راه ما كنعرفش وجهو وما بينه وبينه والو ما كنعرفوش. والمهم هي هذيك بقات القضيه سير جي سير جي سير جي سير فين ما كان مشي سير جي سير تنديرو سير. واحد الوقيته فاش جيت عندهم اعطاني واحد الارسال قال لي انت الارسال ديالك سير لحق الدعوه ديالك. قلت له وانا السيد ما قال لي السيد راه جناس تنطقنا ما دير والو. وبقات القضيه هكاك اخويا في سير الارسال ما دير والو مع انه كاين شهود. نعم سيدي لا راه عندي هذا الايد راه الشاهد اللي كان مع ولدي كان مقيد هو ولدي في العسكر غيمشيو للعسكر وما قدش يتشهد في طريق ولدي خاف من خينا اللي يضربوا خاف منه ويضربوني تبي الفعل. هو ما ضربش على ولدي هذا خينا راه ضارب ناس راه كون داروا ليه بحثوا بغى يجبدوا ليه داك الشد راه لا يا مولانا ترزق السلامه يا رب. والمهم نعم سيدي انا واخا داروا معايا جندرم مش هذاك الشيء ما كاين شاهد ما كاين والو. الوقت اللي مشيت عند سيد الوكيل درت عنده شكايه قال لي الشاهد ما كاينش الشاهد اللي كنتو كتقولوا نتوما كاينه كاين. قلت له نعم سيدي قلت له عندي واحد الاثبات. قال لي ما هو؟ قلت له سيدي راه عندي الشهود اللي جاوا خرجوني من لابريكاد ورموا عليا العار فيهم نجيب القر وفيهم عبد القادر وفيهم بوس وفيهم مصطفى هادو ربعة جاو خرجوني من لابريكاد ورموا عليا العار وجا واش رئيس جماعة سابق؟ رئيس سابق الرئيس الجماعة وغيتريس ثاني هاد العام عندهم تم في الرزازقة. المهم نعم سيدي جابوني هنا في الليل جابوا لي جوج صنادق ديال السكر ما قبلناهمش من عندهم. هي هذيك كنا احنا مجمعين في بيت خر والعيالات هنا. جيت لقيت مرتي وبناتي باركين على مرت السيد ام الدري اللي ضرب ولدي بالهضره كلها. قلت لهم حشومه عليكم. ها هي تقول يلا يمسخك. قلت لها حشومه عليكم هذه المراه جاتكم يهوديه تكلم معها وحده هي اللي تكلم معها يلا كل شيء اسكت. المهم نعم سيدي قالوا لي غادي فرضوا عليه يعطيني جوج المليون. قلت لهم ودي هذا السيد غيعطيني جوج المليون انا واخا محتاج راه ما رضاش نصب عليه وعلى غيره وعلى غير غيره. هذا السيد كلفته عليه بزاف. قال لي شحال غيعطيك؟ قلت له انا ما نقول لكم والو. قال لي غيعطيك مليون. قلت له سيدي فيها الخير انا في حقكم انتوما. نقز المليون كنت بغيتي تداو به الدري وديرو به العمليه. اي نعم سيدي. لا قال لي هو قال لي سكانير ود العمليه على حسابي. قال لي العمليه على حسابي هذا المليون عاد الدواء ديال الدري وباش يخيط وباش يكون وباش يدير وباش يدير. نقز هذا قال لي ودي شتي وانا كنسجل فيهم. نقز قال لي مودي انت غتعطيه مليون. قال لي ايه. قال لي احنا غنعطوه مليون ونص باش 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 بقاش ياكل فينا المخزن. داروا منا الطيارات داروا منا الطونوبيلات داروا منا داروا مسار كيقول في الشهضره هذاك انا عارف القانون انا غتعطيه مليون ونص. قال لي علي قلت اللي كيدوي عليه هو وليد اليمنى ديالو جارو في الجمعه في الفيلاج بعيد منا بخمسه كيلومتر. قال لي علي قلت قال لي لا غتعطيه مليون ونص وغيدير لينا الانكار
غنمشيو عند الجدارمي ملي غيدير التنازل غيدير فيه الانكار، وبعد غنمشي عند الدرجه للدراك كيقول لهم لا ماشي هذا هو اللي ضربني غلطت فيه، وملي يدوز عند الوكيل يقول لهم لا انا غلطت فيه هذا ماشي هذا هو اللي ضربني. قلت له ودي هاد الهضره راه ما نقولهاش، غندير معكم التنازل وباش ندير الانكار ونقر ونقولوا ماشي هو اللي ضرب راه ما أم. قال لي انا عارف القانون. انا قلت له سيدي فرح بالصلاه على رسول الله غنديروا التنازل. قلنا سيدي حتى الصباح الصباح مشينا في عند مولى التنازل، اتخلط عليا ابو السيد قال لي شوف انا ما بغيتيش دير معايا تنكر ولدي انا ما داير معاك حتى حاجه سير. قال لي جري 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 عراضك. هو اللي عطى الله سيدي هو هذا. هذا واش با يعتبر من الاعيان عندكم في البلاد؟ لاباس عليه؟ علاش كيدير هادشي؟ وا سيدي ما نعربوه لاباس عليه وعاجبه الفلوس، هذه هي الصراحه. عليه الفلوس عاجبه الفلوس وعنده المقاهي وعنده هذه وعنده ديك، وراه ما دايرش هذه راه دير اجرام اخر. ولا جبدوه ليه في المخزن راه غيلقاو ذاك الاجرام الا ما لقاوش عرفوني كذاب. راه ضارب ثاني واحد مرست واحد راسه وما مخلي ما داير، وبوه كيغرم عليه المال وانا حين فقير مسكين ما عنديش المال. الله اخي الا اي عتبه كنوقف عليها كتسد في وجهي، اي باب وقفت معاه فيه كيتسد ذاك الباب في وجهي ما عرفتش علاش. دابا قلت لك هاد السيد ملي شت انا الولد ديالي جاني ضربني مضروب بحال هكاك دخل عليا، انا تخلعت على ولدي وبقى فيا الحال وتاثرت من جيت ولدي، وولدي تا هو ولا مريض نفسانيا على قباش كان غادي للعسكر، وملي الذبح بحال هكاك نقول ما تلاش مشى للعسكر تخسر لي العلق ديالو ما تلاش مشى. وولدي انا ملي جاوا داخلوا عليا وداك الشيء انا ما بغيتش نسمح لهم لا قباش انا بغيت الحق ديال ولدي. قال اليوم ذبحوا وغدا يتلقى لي قتله، غدا ثاني اليوم خاص هذا الولد خاص يشد الحق ديالو، حنا بغينا هذا الولد بغيناه يتربى خاص يمشي للمخزن وخاص يتربى لا قباش لا اليوم دار هذه وعطى عليه باه الفلوس غدا غيدير ثاني وحده اخرى وغيقتل شي وحده وغيدير وحده اخرى اللي غير الا ما ضربش الا ما ذبحش ولدي غيذبح واحد اخر، والا ما قتلش ولدي غيقتل واحد اخر. خاص هذا الولد خاص يتربى، انا بغيت هذا الولد بغيت يتربى تربى هي كل شيء، واليوم انا بغيت ولدي يشد الحق ديال ولدي بغيت يتشد بغيت هذا الدري يمشي يتربى. مامتي دابا انت محرومه من ولدك؟ نعم. ما بقاش قدر يجي هنا؟ لا ما تلاش قدر ولدي ما تلاش قدر يدور هنا. قال لك الا بقيت كندور هنا ونشوفه هو ونشوف العين العين ونشوف ولدي دار لي بحال هكا ونشوف العين العين بيا ولا بي، ما حنا عندنا جاريين عليه عند خواتاتو جرينا على ولدي مشى للرباط عند اختو عاد جالس مع اختو ولا مدمن عاد ولدي ما كانش ولدي كاع في هذاك البليه تاعت في هذيك البليه وباقي ولدي باقي صغير ماشي قد هو راه هذا كبر منه راه راجل اليوم هو راه كبر منه ما ولدينا راه اصغر منه راه باقي صغير. وهذا السيد حقرنا حنت هما يا زعما عندهم الفلوس حنت هما عندهم الكلمه حنت هما عندهم داك الشيء وحنا ما ساكن. المهم حنا دراويش حنا ما فيناش البلا حنا ما عندناش البلا. انا عندي ولادي مع خمسه ولا شنو هما كبروا ولاو رجاله. دابا ولادينا راه جوج رجاله وما في عمر المخزن ما دخلوش ليه، عمرهم ما دابزوا مع شي حد ولا مشاو للمخزن ولا وقفوا مع شي حد حتى لهاد الدري حنت كان كيمشي للجمعه كيتعلم الصنعه. هذا الشيء علاش هو تلقى ليه. أمي أنت دابا أنت كطالب أنا ولدي بغيت نشد لولدي الحق ديالو، هاد السيد بغيتو يتربى ما بغيت من عنده لا مال ولا حتى شي حاجة، أنا بغيت هاد السيد بغيتو يتربى. القانون خصو ياخذ الحق ديالو خاص هاد الولد خصو بغيتو يتربى. إلا تشد هاد الدري وتربى ولدي ما غيبقاش في ذاك العقدة النفسانية اللي ولات فيه، ما غيبقاش في ذاك العقدة. أنا الجدرمي ديال جامعة تحيم ما داروا حتى خدمة، داروا حتى حاجة حتى حاجة ما داروها. في الاول كانوا دايرين خدمتهم في الاخر مثل داروا خدماش. ما واجهونا معاه نعم سيدي ما حضروه لينا ما شفناه ما شافنا ما والو تقول. وواحد الوقت انا داروا فيا قال لي حتى ما قال لي عاد لا كنا باجي عندنا انا كنا باجي عندنا انا حتى سير في حالك قال لي دابا نديروا ليه دابا نفعلوا ليه دابا نتركوا ليه عاسر احنا غادي نديروا ليه هكا النمره ياك عاطينك النمره وانتم عاطيني النمره انا كنشوفوا كنعرفوا واش انا كنعرفوا. هما اللي خاصهم يشدوا اللي كاين حداهم. هما اللي خاصهم يشدوا هما اللي عارفينو عارفين الاسرار ديالو تم في الجمعه. بنظرك علاش ما تشدش؟ وا سيدي واش غادي نقول لك اش غادي نقول لك هو راه هذه اللي دوختنا حنا وهذه اللي هترتنا حنا وحمقتنا. السيد ذابح ولدي من العنق ديالو 12 غرزه من الودن حتى الودن وما كيتشدش حشومه من جهه الله عيب. علاش يطبقوا معنا القانون اللي صبنا كذابه حنا يحكموا علينا باش ما بغاو. واللي عطى الله نعم سيدي هو هذا. حنا راه ناس دراوش مساكين وما كنا مقارين ما عارفين شي حاجه ما عمر البنا شناه. انا عندي 66 في العمر ديالي عمر ولد المراه ما دابزت معاه. دابا القضيه فين وصلت؟ القضيه نعم سيدي وصلت راه 9 شهور هذه 9 شهور القضيه بقاو راه وصلت راه باقا في المحكمه في الابتدائيه.
السيد غير معتقل ما. لا والو ما اعتقلوه ما دووه ما كلموه ما حضروه معانا ما شفنا ما شافنا 10 شهور احنا عسير هك سير هك سير بلاتي سير بلاتي وتعينا سيدي.